كيتقدم الفريق. نعم، دخول الفريق المغربي. نعم، طال المغاربة أمامنا. يعني العناصر كما اللي تقدم الأمام عدنان الحكيمي، وعلى اليمين ديالو الهاني محمد، وعلى اليسار ديالو بلال بلقاسم. إذن هاد العناصر هادو كانت يعني عندهم فرصة في الولوج لمركز التكوين اللي أعطاهم بكل صراحة يعني انسجام تام، والفرصة ديال العمل الجماعي عن قرب، وأعطاهم كذلك الفرصة باش يكون عندهم يعني مستوى ممتاز على المستوى سواء الدولي أو العالمي. لأن بداية العرض الخاص بكاطا الفريق المغربي. إذا كيكون يعني كلا الفريقين قدم نفس الكاطا، كتكون المهمة جد سهلة على يعني القضاة لإفراز يعني الفريق الفائز. إذا نقول شوشو قوة العناصر الوطنية. نعم، بادية للعيان. إذن إلى حدود هذه اللحظات على مستوى الكاطا يعني كاين فارق كبير بالنسبة للمستوى التقني، بالنسبة للتركيز، بالنسبة للثبات، بالنسبة للتقنيات على مستوى الأرجل أو على مستوى اليد، ثم التنفس خلال أداء الكاطا، التنفس الصحيح. اللفة هذه من بين المحطات اللي هي صعبة، قد يفقد فيها توازن أي عنصر من عناصر الفريق، وبالتالي يحتسب على الجميع بأن رأى خطأ، لأن الخطأ يحتسب على الفريق. الحركات الأخيرة في الكاطا والمرور إلى شرح الكاطا. المرور لتجسيد الكاطا على البساط جانب عناصر المنتخب المغربي. إذن بالنسبة للعرض سيكون بالتأكيد مشوق جدا، لأن يعني اجتهدوا فيه بزاف في العديد ديال المناسبات، كيحاولوا ما امكن يغيروا مره ويكسبوا يعني الدقه العاليه في اداء هذه الحركات. بحدود الساعه يعني النتيجه امام الفريق الجزائري. نعم، النتيجه يعني اي واحد منا ممكن يعطيها. إذا الحركات اللي مطلوب يداروا يكونوا واقعيين يعني من الكاطا، ماشي حركات استعراضية فقط كما أشرت. بالفعل عرض أكثر من رائع من جانب عناصر الفريق المغربي والمكون من ثلاثي بن قاسم الحكيمي والهاني. انتظار استكمال باقي العرض. إذا التجربة والخبرة والثقة في النفس تبان من خلال الأداء. كذلك حتى تبادل الادوار يكون بطريقه سلسه. نعم، ما حتى ما يبقاش يعني الدور على واحد اللي غادي يؤدي فقط الحركات ديال الكاطا. بالفعل تبادل الادوار بطريقه سلسه بين عناصر المنتخب المغربي، والاكيد على ان التجربه والخبره هي ما ربما
ما أوصل العناصر الوطنية لهكذا دقة وكذلك حركات. لأن بصراحة يعني المستوى اللي وصل له الفريق الوطني في القطام مشكور على الطاقم التقني وكذلك الجامعة اللي كتبذل جهد كبير باش يبقوا هاد العناصر هادو مجموعين ويعطوا أكثر على جميع المستويات. والبساط كيأكد هذا الأمر. ضرورة كذلك الالتزام بالوقت. نعم. ما خصهمش يتجاوزوا 6 دقائق. غير التذكير ان هذا الاداء ولهذا العرض ديال الكاطا وكذلك الشرح يعني ماشي في فرصه واحده كيقدموه، انما في العديد من المناسبات كيتمرنوا عليه وفي العديد ديال اللقاءات كيقوموا به، فعندهم يعني حتى الوقت مضبوط كيبقى بعيد على ديك 6 دقائق. إذن نهاية